الشهيد بيدلل ام المعتاد ما يدلل عن ام الشهيد مفوع البحر ما بتنامش للوطن دليل على انه هم المتفرطين فيهم منهم لله منهم لله بسم الله الرحمن الرحيم انا ام البحار على سفينة بدر واحد اسمه احمد نزيه من يناير اول يناير 9 يناير 2008 بحر بالمركب دي مركب بضايع قامت من السويس لبورسودان بيقولوا ان هم قبل ما تروح بورسودان خدتها الفرتقه الاسرائيليه حجزتها 6 اشهر وسلمتها للقياده المصريه من بعد ما راحت القياده المصريه ما سمعناش عنها حاجه احنا كمان ما سمعناش ان حصل عن اسرائيل اي حاجه ده هي صاحب المركب هو اللي بيجيب اخباريات وهو اللي بيروح يتواصل هنا صاحب المركب اشرف فرج مهندس اشرف فرج بس هو اللي قال لنا ان هي كانت متماسكه ومعاه ورق يثبت ان هي كانت متماسكه وبعدين سابتها الفرقاده وسلمتها للسياده المصريه. من بعد ما سلمتها للسياده المصريه، السياده المصريه مش عايزه تقول ايه السفينه دي فيها ايه ولا اتاخدت ليه. ومن 2008 ولحد دلوقتي داخلين في الاربع سنين اهو، هنكمل اربع سنين على يناير الجاي، مش عايزين يقول. طلعت في برامج وكتبت في الجرايد، كل الجرايد دلوقتي اتكتب. اللي ما كانوش بيكتبوا دلوقتي الاول كانوا دلوقتي بيكتبوا وبيسحبوا على انهم يكتبوا. بعد كده هو طلعت في البرنامج بتاع التحرير مع الاستاذ بلال فضل مرتين وهو يعلن عن السفينه ويجيب المهندس اشرف فرج وياخد منه معلومات اكتر واكتر الحاجات اللي هو بيعرفها ومفيش فايده، مفيش المجلس العسكري مش عايز يرد. قبل كده هو ان احنا كنا لمينا اهالي البحاره ورحنا للنائب العام ما يا دوبك وقفنا بره ودونا رقم المحضر، مع ان انا رحت له اول قبل الثوره وكان وخد مني الشكوى بعد الثورة كأنها لأول مرة، كأنه بينظر فيها لأول مرة مع إن هو عارف واعتصمت على بابه كتير مفيش فايدة. قدمنا الشكوى برضو كلنا أهالي البحارة قدمناها لرئيس الوزراء عصام شرف. قابلكم ولا حد؟ لا ولا حد. حد من طرفه قابلكم؟ هو موظف، هو موظف اللي بياخد اللي بيوقفونا بره، واحد بس اللي يخش او اتنين اللي يخش ياخدوا الشكوى ويدونا نمره المحضر ونبقى واقفين مع اللي طلب شقه ولا اللي طلب مش عارف ايه ولا ايه زينا زيهم ما فيش حاجه. المجلس العسكري رحنا له برضه وادينا له الشكوى كذا مره. ومع كاتبه ايه في الشكوى حاجه؟ نعم كاتبه ايه في الشكوى؟ اختفاء السفينه بدر لحد دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجه، ما نعرفش عنها حاجه. المفروض ان هم رئيس الوزراء يقول هي كانت فين واتمسك ازاي ولا فيها ايه؟ المجلس العسكري لازم يقول هي فيها ايه؟ او وصلنا لايه؟ او يبل ريقنا. يعني مفيش اي اهتمام ولا مفيش اي خالص خالص، كان هم ناس واحنا ناس، كان هم اصحاب البلد واحنا فران البلد، ما عاملولناش اي اعتبار ولا اي حساب. النائب العام ولا
اهتز ولا قال انا وصلت الشكوى الحاجة اروح المكتب الفلاني ولا اروح مش عارفة ايه. مفيش. رحنا للداخلية الخارجية. الخارجية برضو تقول لك ما عنديش معلومات عنه. يعني ايه ما عنديش معلومات؟ دي في البحر الاحمر، والبحر الاحمر كلكم عارفينه الجاهل قبل المتعلم ان هو البحر الاحمر مقفول. يعني يا تشاف من هنا يا تشاف من هنا. يقول لك ما عندناش معلومات عنها. ازاي راحت فين السفينه؟ وراحوا فين البحاره والمركب والبضاعه وكل المده دي؟ ما يعرفوش عنها حاجه. ازاي ما يردوش ليه؟ هي ام انا ما اعتبرش زي ام الشهيد. انا دلوقتي ابني معتقل اهو، وعرفت ان هو معتقل. والناس من هنا ومن هنا بيقول لك ممكن يكون في وادي النطرون، بس لو رحتي مش ما حدش هيقول لك حاجه. عايزه حد يرد عليا، عايزه حد يطمني، عايزه. انا ما بنامش. لا اله الا الله. يقولوا يعني انا اعرف ان اللي بيبقى متدرب حاجه يقول لك اه ده احنا قبضنا على سفينه فيها كذا، ويعملوا ابطال ويعملوا ان هم قبضوا ابو حاصل وكده. انما ده ما بيتكلموش خالص. ليه؟ ليه؟ اما مين اللي متورط في الحكايه دي؟ انا كنت فاهمه ان اللي متورط فيها حسني مبارك. عشان كده قلت ما اطالب بالمجلس العسكري واطالب رئيس الوزراء يشوف لي حل. لقيتهم كمان نفسين الطريقه مفيش حاجه. ليه؟ ليه معذبنا؟ ليه؟ ما بننامش، ما بنعرفش ناكل. اللوم اللوم بتسمم، ما بعرفش اذا كان بياكلها زيي ولا لا. ما بعرفش انام، مش واخد على المرمطه. ده انا تبعت الدم لحد ما بقيته ما خليته بحاها. تبعت الدم لما كلفني قد كده، وفي الاخر يترمي الرميه السودا دي ليه؟ مش واخد هو على البدله. صعبان علي. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي السبب فيهم يتوجع قلبه على عياله زي ما وجع قلبنا على عيالنا. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا يا حبيبي.